بقى للفرعون المصري طبعا محمد صلاح، ولسه اصداء انجاز محمد صلاح مستمره بعد ما طبعا قاد ليفربول للفوز على برايتون بهدفين مقابل هدف امبارح في الدوري الانجليزي الممتاز، وساهم صلاح في الهدف الاول اللي طبعا احرزه ليفربول بواسطه زميله الكولومبي لويس دييز، ثم احرز صلاح الهدف الثاني في الدقيقه 65، وبحسب طبعا بقى الاحصائيات شارك محمد صلاح في 15 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون، حيث سجل طبعا صلاح 9 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة، وهو أكبر عدد من المساهمات ضد خصم واحد. الحقيقة يمكن ده آخر خبر معانا، لكن احنا بقى عايزين نقف عنده. الحقيقة محمد صلاح كل يوم يمكن بيحطم رقم جديد، يمكن كمان هو ده بقى هدفه الأول، هو تحقيق تحطيم الأرقام. فأنتوا بقى شايفين ازاي الموضوع ده؟ شوفي أنا هقولك على حاجة، عشان ناس بتطلع تجاوب على السؤال ده اجابات متكرره، لو اصل يا جماعه ده محمد صلاح. القصه بتاعت محمد صلاح في ان انت ممكن تستشف منها شخصيه او فرد واجه كتير من الاحباطات، هي دي النقطه بقى. انا لازم اامن بنفسي، الواحد مش هيوصل لاي حاجه غير ما يامن بنفسه، وفي الرحله دي هتقابلي ناس بتهدمك، هتقابلي ناس بتنتقدك، هتقابلي ناس بتتكلم عليكي في ظهرك، هتقابلي ناس بتحبطك، كل ده هنقابله. على فكره مفيش قصه نجاح لاي فرد في العالم الا وكان معاها ده، مفيش حد نجح كده وقعد والناس فرحانه وما واجهش صعوبات، دي ناس نادره جدا. فهي القصه بتاعت محمد صلاح، تجربه محمد صلاح ممكن كلنا تلهمنا، يعني نستشف منها عشان نقدر كمان نوصل. قوه، اصرار، عزيمه، قرار. بالمناسبه انا هنجح، يعني الواحد عشان ينجح لازم ياخد قرار، انما الناس اللي عندها داوت، اللي عندها شك في قدراتها مش هتوصل. هتلاقي بعد مثلا بعض الصعوبات وقفت، قالت لك انا مش قادر اكمل. محمد صلاح الحلو فيه ان مهما تم انتقاده، مهما كان في مشاكل، مهما كان في اصابات، مهما كان في حتى انتقادات على فكره مش بس في مصر، في الصحافه الانجليزيه كمان في بعض الاحيان، الراجل مكمل باصص لهدفه. فهي دي النقطه اللي عجباني، طبعا قوة إرادة كبيرة جدا، ونموذج فعلا ناجح وموجود على فكرة من محمد صلاح كتير في مجالات أخرى مش بس في كرة القدم، لكن أكيد نتمنى أنها تكرر في كرة القدم كمان تحديدا. طبعا مظبوط. أنا شايف أن محمد صلاح لازم نبخره الحقيقة. يعني والله العظيم بكلمك بأمانة، يعني حقيقي احنا بنتكلم على يعني قصة كفاح ونجاح ملهمة بكل ما تحمله كلمة إلهام من معنى. محمد صلاح من الناس اللي أثبتوا لكل المصريين ولكل العرب أن احنا نقدر، مش بنقدرش، نقدر لو عزنا ولو طورنا من نفسنا ولو اشتغلنا على نفسنا. أي شخص يا كريم طبعا، مفيش أحلى من كده الحقيقة. يعني الحقيقة في ناس كتير كمان وقت ما كانت بتتعرض عليه بقى العروض السعودية السخية، ناس كتير كانت مندهشة أنه هو إزاي عندك قوة الرفض أن أنت ترفض هذا كم من المليارات، لكن الناس التانية اللي كانت شايفة أنه هو صح كانت عارفه ان هو عايز يعني يقعد ويكمل عشان يستمر في تحطيم المزيد من الارقام القياسيه. فاحنا بنتكلم على شخص، يمكن الخطوه دي هتيجي لمحمد صلاح بالمناسبه ان هو ينضم للدوري السعودي في يوم ما، انا اعتقد ده ممكن يحصل بس مش دلوقتي. ما هي القصه ان انا اخد القرار في الوقت السليم، العروض ممكن تبقى كتير بس انا لازم اختار القرار ويبقى بتاعي الاختيار السليم، هو ده اللي بيفرق شخص عن شخص. محمد صلاح اثبت بدل المره مليار مره انه شخص عارف كويس قوي هو عايز ايه بالظبط. بالظبط هي قراراته برضه ساعدته، هو احنا نقعد نهري كلنا وفاهم ازاي، لكن هو في الاخر هو عارف كويس قوي هو عايز ايه وبيشتغل كويس قوي على اللي هو عايز يوصل له وبيوصل له دايما بفضل ربنا. الحقيقه ان هو اثبت كمان للاعبين المصريين او العربيين انه ما فيش مستحيل، لان ممكن اللي محمد صلاح بيحققه النهارده من كام سنه كان محدش هيقول ان ده ممكن فعلا لاعب عربي او افريقي او مصري حققه. فهو اثبت لكل ابطالنا المصريين انه لا ما فيش مستحيل، انتوا اجتهدوا وان شاء الله هتحققوا كل حاجه. بالظبط كده. هنا يعني بجد كنا مبسوطين جدا بقراءتك للاخبار المختلفه، بشكرك جدا جدا، شكرا ليكي. انا اللي بشكركم، اكيد مره تانية كل سنه وانتم طيبين.